동선은 거의 이거 가봤던 거 같아요. 그래서 뭐 يعني شهر رجب فيها كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي انت طيبة تخيلي انا ما كنتش اعرف يعني ايه شهر حرم تحت رجب المعلومات بقى ما كنتش اعرف يعني ايه شهر حرم ازاي مش عارفة ان شهر رجب ده شهر حرم انت مش عارفة ايه الاشهر حرم هتفيد ايه الاشهر حرم وهناك وهناك وهتبتدي بقى هتبتدي تعلق بقى على طلعت رجب ونزلت السمان طلعت مش عارفه ايه والكلام ده كله هناخده بسرعه واهم الاحداث اللي حصلت في شهر رجب كل الكلام ده لازم يتفتح كل سنه بالله عليكم الورق اللي جابهولي ده ما يترمي ما يترمي اي دوسي اي كيس تايم حطيه فيه وكل سنه سواء كنت معايا او ما كنتيش معايا قبل المناسبه طلعي المناسبه وابتدي اتكلمي فيه. الكيس بالورق ده كله ضاع مني يا دكتوره سوزان على الموقع عندي على الفيس على الموقع الناس كل الورق ده مكتوب اللي بدهولكم ده مكتوب هتلاقي الاشهر ليه شهر رجب مكتوب الاشهر المناسبات بما فيها البرزنتيشن اللي هوريها لكم العرض اللي هوريها لكم الصور لو اي حد عندك في ولادك او انت او جوزك كده بيعرف يفتح على النت يفتح الموقع يفتح كده والصور اللي هوريك هي في الصلاه بس بعد ما تخلص ان شاء الله الصلاه مع مس دكتور ايمان هوريكم الصور اللي هديها لكم دي والصور بتاعه المسجد الاقصى والحاجات اللي هتبقى كل ده موجود على موقع ممكن انت مجرد تخليني اني مره واحده تعرفي تروحي توريه لجوزك ولاولادك واخواتك واصحابك واولادك اجمعي اصحابك اصحابهم كده يوم جمعه ولا في عيد ميلاد ولا كلام كده تلاقيكي في شهر رجب ووريهم اتكلمي على الشعر المعراض اتكلمي على المسجد الاقصى تعالوا وريكم المسجد الاقصى فين تعالوا وريكم الصور عشان لما تروحوا هناك اقول لكم تصلوا فين تعالوا وريكم وتشوقوا الناس وتصحصحوا كويس يعني تشتك عشان تكلمي في دين ناس مع الدعاء ولا مع الدراسات الاسلاميه ولا انا بقول ده ملوش دعوه بينك يعني تبقي داعيه لا انت مش داعيه احنا دعاء احنا كده مسلمات والدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم ومسلمة. مش لازم أبقى خريجة أزهر أو داعية أو. هدعي مين يا دكتور؟ هتدعي أهل بيتك، ادعي اللي حواليك، اتكلمي في الدين مع اللي حواليك. علموا الدين لأولادكم كده، وعلموا الدين لإخواتكم كده. دلوقتي ما عادش حد بيعلم الدين خالص. يمكن اللي شفتوا كلكم البتاع ده الفيديو اللي جه على الفيسبوك اللي جايبين عيال صغيرين يسألوهم أركان الإسلام إيه؟ العيال في ابتدائي 12 سنة 13 سنة معرفوش ده منين من مش ماليش ما تجيش متكاسل التعليم بايظه يا دكتوره سوزان ماليش دعوه بالتعليم احنا عاوزين نبدا بايه؟ بنفسنا هتبتدي ببيتك كل مناسبه هتخش عليك اسلاميه هتتكلمي مع اولادك وتتكلمي مع جوزك وتحاولي تعملي اعمل لهم حاجه حلوه اعمل لهم كده بحيث ان انا اوصل المعلومه اتكلم على المناسبه دي اهو ده الدين واقول يا رب يلقف بيه زي ما هنشوف عيال في الصلاه اللي مس الدكتوره ما بتديها لكم انك تقف تعمل كده انك تكتب ازاي انك ما انت لما تيجي تشوفي انت لما تفهموا الكلام ده بقى وتعرفوا من الدكتوره ايمان هتذهلي وانت بتصلي جماعه مع حد على منظر الناس بتصلي ازاي الوقت كده والوقفه كده والعمال كده والمبصه كده وانا ما بقولش كده عشان تروحي تتنظري على الناس انا بقول كده عشان ايه اللي قادره انت تصلحيه من نفسك صلحيه او اللي قادره تصلحيه منين من ولادك عشان علم ابني الصلاه علم بنتي الصلاه ولازم كل واحده عندها اولاد لازم تلككي ابنك بيصلي وبنتك بتصلي لازم تصلي معاك يا جماعه لازم وتشوفيه عينك بيبص فين ايده ازاي باصص ازاي عامل ازاي ومش بعد كل سنه تطفشوا العيال انت مالك مسوع كده ليه انت صوتك مش عارفه ايه انت غلطت مش عارفه ايه لا 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 ده انا اشجعهم بسم الله ما شاء الله برافو عليك حبيبي ربنا يبارك لي فيه
ربنا يبارك لي فيه. بس بص حبيبي وانت واقف ايديك ايه ايديك كده امسك كده وريني تمسك ايديك ازاي، وريني لما تيجي تركع بتعمل ازاي، وتبتدي كل مره تحاول تصلحي ايه حاجه صغيره. بس قبل ما اصلح لازم ايه انفخ، صح؟ لازم انفخ. تبقي وكل ام عندها ولد لازم ولد لازم تعلمه الاداب، تعلمه ازاي جدا، وتعلمه الاقامه ازاي يصلي امام. ولو عندك بنت لازم تعلميها الاقامه ازاي تقيم، لو انت هتصلي جماعه معاهم واحد فيهم يقيم علميهم ازاي يقول. هو ما جوش الورق الكلام ده موجود فين؟ في السيره يمكن ولا حاجه، في السيره في العام الاول صيغه الاذان وصيغه الاقامه والفرق بينهم. فهموه العيال مش دريانه بالدنيا، مش مركزه خالص ان في حاجه اسمها اذان وفي حاجه اسمها ايه اقامه. فلازم كل ولد وبنت لازم يعرفوا ازاي يقيموا ويعرفوا يبقى امام ازاي. ان شاء الله لما تاخد صلاه الجماعه مع الدكتور امام شروط الامامه ازاي ومين يبقى امام، ومش هشجعهم ان هم يبقوا ائمه، لا يبقوا امام في الصلاه، لا 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 بالعكس، ده انا هربيه اعلمه ان الامامه دي مسؤوليه. اوعى اوعى تتطوع انك انت تبقى امام. دلوقتي العيال بيتخانقوا علشان يبقى ايه؟ يبقى امام، ما هم من جهلهم. بس يعني نعرف يبقى امام ازاي سواء بنت او ولد، ما حدش عارف الظروف ايه، صح؟ لو ما فيش حد تاني ينفع يبقى امام والكلام كده، ساعتها هي تبص ازاي بنت انت تبقى امام، تبقى تعرف اه تبقى تعرف، لكن انت ما تتطوعش انا ممكن ابقى امام، انا ابقى امام، لا تسكت خالص. ومين الاحق بالامامه يبقى مين 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 بالترتيب كده زي ما تاخدوه مع الدكتوره امام. فارجوك عاوزين نصحصح شويه عشان خاطر اولادنا، ارجوك. اما نتكلم على شهر رجب هتتكلمي عليه مع اولادك بالطريقه اللي بقولك عليها دي. انا ازاي احفظ ولادي الاشهر الحرم؟ ازاي احفظ ولادي الاشهر الحرم؟ هتتكلمي هتبتدي تقولي الحدوته اللي هقولك عليها. ربنا ايه اشهر الحرم؟ اسالوا اي حد من اصحابك، حتى من اصحابك من جيرانك من اخواتك، انكشي كده هو الاشهر الحرم ايه؟ ده انا جاب اشهر واشهر حرم ايه؟ كلهم هيقولوا لك ايه؟ رجب وشعبان ورمضان. طب نخش بس كده شاف الروعه اللي احنا فيها. لا بصوا الاشهر الحرم، عارفين الاشهر؟ لو حد سالك ايه هي الاشهر وازاي تعرف حد الاشهر؟ ربنا من ساعه ما فرض الحج، الحج اتفرض امتى؟ من ايام سيدنا ابراهيم، مش اتفرض على رسول الله السلام، ده موجود من ايام سيدنا ابراهيم قبليه ب 2000 3000 سنه. ربنا لما عارفين الحدوته، لما ربنا امر سيدنا نيجي بنى الكعبه سيدنا ابراهيم، ربنا بعد ما امر سيدنا ابراهيم ان هو يبنى الكعبه هو سيدنا اسماعيل، قال له اذن في الناس بالحج، يعني ايه؟ نادي الناس ان هم يجوا ايه؟ يجوا يحجوا. ربنا علشان يشجع الناس يجوا يحجوا الناس يجي الناس تيجي تحج من كل حته. الجزيره العربيه زمان ما كانش فيها امن، فيها بوليس ولا امن ولا اي حاجه. فربنا عشان يشجع الناس ان هم يحجوا، لان الناس في الجزيره العربيه كانت عايشه على الاغاره، الاغاره يعني ايه؟ يعني لو اي قبيله ماشيه لوحدها كده تقوم ايه؟ هاجمين عليها. فربنا عشان يشجع الناس ان هم يجوا يحجوا يزوروا بيته، امن لهم الزمان اللي هيحجوا فيه فعمل اشهر الحرم، وامن لهم المكان اللي هيحجوا فيه فعمل الحرم المكي. كلنا عارفين شهر شهر هي الاشهر عارف اشهر الحرم؟ يعني اهميه الاشهر الحرم ايه؟ دي حرم فيها القتال، كلنا حاسين كده من علم المدرسه. طب حرم القتال ليه؟ حرم القتال ليه؟ احنا فهمنا بقى عشان اساعد الناس انهم ايه؟ يروحوا يزوروا بيت يحبوا قوي قوي يعني. فهمتوا؟ يا ربنا حرم عشان يعمل لهم الزمان فعمل اشهر الحرم، وامن لهم المكان اللي هيحجوا فيه. احنا بنحج فين؟ كل ده انا بتكلم كده قبل الحج وقبل كل حاجه، الكلام ده كل سنه. احنا بنحج فين؟ بنحج في مكه وفي منى والمزدلفه وفي عرفه، صح؟ يبقى المكان اللي هيحجوا فيه اللي هي مكه ومنى وعرفه والمزدلفه حوالين مكه. فمكه وما حولها ده اللي اسمه ايه؟ الحرم المكي. والحرم المكي فيه مكه والمنطقه اللي حواليها دي منطقه لحوا فيها ان حد يحمل سلاح، لحوا ان حد يحمل محمد، لحوا ان يحمل دم، لحوا ان حد يقطع شجر، منتهى الامان. عشان ربنا يامن للحجاج ان هم يجوا ايه؟ يحجوا. يبقى امن الزمان عمل اشهر حرم، امن المكان عمل ايه؟ الحرم المكي. فانا بقول يعني ايه؟ الزمان دي بقى بتحج. طيب يبقى بناء عليه لما اجي احفظ حد الاشهر والحرم سهل قوي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الاشهر الحرم ثلاثه فرد، ثلاثه ورا بعض، وواحد فرد، واحد لواحد. الثلاثة السند اللي هم ورا بعض متتابعين متتاليين دول متعلقين بالحج. أحفظهم إزاي؟
احنا بنحب في شهر ايه؟ ذو الحجه صح؟ يبقى ذو الحجه اهو ذو الحجه من اشهر فرض يبقى ذو الحجه وشهر قبله علشان الناس تقدر تيجي من بلادها يبقى اللي قبل اسمه ايه؟ ذو القعده يبقى ذو القعده وذو الحجه وشهر بعد ما الناس حجت تروح بلادها والشهر اللي بعديه اللي هو ايه؟ محرم يبقى الاشهر الحرم ثلاثة متعلقين بالحج ذو القعده قبل ذو الحجه وذو الحجه عشان يحجوا والمحرم عشان ايه؟ يروح يبقى ثلاثة سنة واحد لوحده اللي هو رجب رجب ده ليه؟ لوحده ليه؟ عشان اللي عاوز يعمل عمره اللي عاوز يزور البيت خلاص؟ يبقى الاشهر الحرم ذو القعده ذو الحجه والمحرم وايه؟ فهمتوا الحدوته دي؟ نوصلها ايه لاولادنا واخواتنا كل ما بقول لحد يقول تخيل مش عارفه يعني الاشهر الحرم ازاي مش عارفه الاشهر الحرم دي بيحبوا ازاي بقى ما واحده بقى الزرقاء ازاي ما كنتش عارفاها؟ هتقول حر فيها كنت اقول لها حر كتان ليه؟ ولا حر كتان ليه؟ هو في تقول هو في اعرف خلاص؟ طيب يبقى اقرا معايا بقى منذ ان فرض الله الحج على سيدنا ابراهيم وتيسيرا على الناس لاداء الحج أمن لهم الزمان فعمل الأشهر الحرم معايا عشان تعرفي تقولي الكلام وأمن المكان فعلم الحرم المكي اوعي تروحي تصوري الورق ده ولا ايه متعلق على المتر اوعي ولا متعلق في الشغل على باب الأدب أو شهر الراجل بس شهر الراجل يا جماعة اوعي هيقبضوا عليك ليه الفلوس ازاي دي؟ اوعوا تدللوا على علم اوعوا تدللوا على الدين الدين لابد ان يؤخذ وشفاه انا لما بكتبك في الورق ده مش عشان تطبعي وتوزعيه انا بكتبك في الورق ده عشان افكرك انا عاوزاكي انت تقولي اللي في الورق انت اللي بتتكلمي انت اللي تقولي انا عاوزاكي عشان يبقى عندك ايه تبقى عندك تقدري تفتكري لو نسيتي حاجه مفهوم؟ وامن المكان فعمل الحرم المكي شهر رجب من اشهر الحرم من زيان سيدنا ابراهيم اللي هم ذو القعده ذو الحجه ومحرم ورجب اي انه يحرم فيه القتال لتامين الطريق لزائري المسجد الحرام في الحج والعمره يعظم فيه ثواب الاعمال الصالحه من صلاه وصيام وذكر وقراءه القران واداء العمره تعظيم المعصيه فيه ليس هناك دليل مباشر من القران والسنه على ذلك في ناس كتير تقول لك اللي يعمل حاجه ذنب في شهر من اشهر الحرم دي ذنب كبير جدا 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 يعني لا ما فيش حاجه تثبت هذا الكلام. تعظيم المعصيه فيه ما فيش حاجه تثبت هذا الكلام. شهر رجب سمي يا رجب باللغه العربيه من الترجيب، الترجيب يعني التعظيم. شهر رجب ده عشان هو شهر متنور لوحده كده فالعرب كانت بتلعب بيه كتير قوي يعني. فاعطاه العرب اسما فيه تعظيم ليتذكره الناس لانه كان وحيدا بعيدا عن اشهر الحرم الثلاثه الاخرى. فشهر رجب له ما يقرب من 18 اسم منها الاصم، الاصم لعدم سماع القعقاع السلاح فيه، ما هو قاعدين على القتال فمحدش بيسمع صوت الايه؟ السيوف ولا السلاح ولا الكلام ده بيسموه الاصم او بيسموه منصل الاسنه، منصله اسنه لنزع اسنه الرماح وحديد السهام، لما العرب اي حد اللي بيحارب برماح او بسهام لو مش هيحارب بيشيل الجزء المدبب اللي هو اسمه سنام الرمح او سلام السهم بيشيلوه عشان ما يصديش يشيلوه كده لما خارجين بقى للقتال وكده يقوموا ايه حاطينه فعشان هم مش هيحاربوا في شهر رجب ده فبيشيلوا ايه السلام ده فبيسموا هم ناس كانوا رايقين جدا فسموا شهر رجب ده ايه؟ منصل يعني اللي بينزل الايه؟ اسنه الرماح منصل الاسنه معلومات حلوه جدا للاولاد بتبقى جميله جدا جدا وصفة في المدرسة ولا حاجة وخاصة بدين كده ممكن تخليه تقولي لحدوته يقرأ يقولها لأصحابه لخاصة الدين يحضر موضوع عن شهر رجب تبقى جميلة جدا جدا وفي التعديل كده بيثق فيك جدا جدا يعني. طيب فضل شهر رجب بالكتاب إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. طيب الحاجة الثانية بقى اللي جت في فضل الأشهر الحرم إنما النسيء زيادة في الكفر. النسيء اللي هو إيه بقى؟ العرب كان عندهم عادة اسمها النسيء، نسيء الشهور، يعني إيه نسيء الشهور؟ إحنا الأشهر الحرم دي هم قاعدين كده ما بيحاربوش فيه خلاص؟ وهم إيه بيبقوا عاوزين إيه يغيروا على قبيلة.
افرضوا مثلا هم ايه الشهر اللي احنا في شهر ايه جمادى الاخر وخلاص الشهر الجاي رجب وفي قافله هم عارفين انها هتوصل وعاوزين يغيروا عليها يعملوا ايه؟ يروحوا في قبيله معينه مسؤوله عن ناس الشهور يروح القبيله دي يقول لها احنا مش عاوزين الشهر الجاي يبقى رجب خلي الشهر الجاي شعبان والشهر اللي بعده يبقى رجب عشان نطلع فيه ايه نغير نعمل اللي عاوزينه لان هم كانوا بيحترموا جدا اشهر الحرم كانوا بيقولوا ازاي بتحترموا اشهر الحرم ازاي؟ يقول مش هو ربنا عايز تفرع ده رئيسنا 10 شهور مش عاوزين قابلنا اربعه في الحرم كانوا اربع شهور حرم احنا هنخليكم طول السنه اربع شهور حرم لكم ليه عندنا ان احنا نعمل لكم اربع شهور حرم هنحارب في الدين بس دول بقى ايه حسب التسعين بقى مش اللي ربنا قال عليه ده كان اسمه ايه نسيء عدد نسيء ونسيء الاسلام لما جه حرم تغيير الشهور يعني عمليه تغيير الشهور دي كان ممكن يجي وقت يكونوا بيحبوا مثلا في شهر شعبان صح؟ يحبوا في رمضان ما هو بيغيروا فيهم اكتر شهر كانوا بيلعبوا فيه شهر الحرم وشهر رجب محرم ازاي؟ ليه؟ لانه جه قبليه كان في ايه؟ كام شهر حرم؟ اثنين كانوا شهرين ايه؟ ماسكين نفسهم فمش قادرين صح؟ فمحرم يبعيدوا بقى في اخر اخر ذو الحجه يقولوا لهم ايه الشهر الجاي بلاش يبقى محرم اعملوا سفر وخلوا محرم الشهر اللي بعد عشان ايه طبعا القبائل بقى وهي مروحه والناس وهي مروحه لبلادها يروح ايه يغيروا عليه فعشان كده جه اكدوا ان سموه محرم لتاكيد ايه حرمانيته عن القتال كمان شهر رجب عشان كده سموا شهر رجب ده شهر رجب من الترجيم اي التعظيم لانه كان محدود في وحده فكان سهل قوي يلعبوا بيه فالنسيء ده قلنا فزي ما قلت لكم يعني عرفي يعني ايه النسيء اشرح يعني ايه النسيء هو تقديم او تاخير بعض الاشهر الحرم عن وقتها استعجالا للقتال وكانت عاده عند العرب في الجاهليه حرمها الاسلام فيما بعد ليوافقوا عده عدد اشهر الحرم. بالسنه بقى جاءت الصحيحين اللي هم ايه؟ صحيح البخاري وصحيح مسلم اسمهم ايه؟ صحيح ان النبي قال في حجه الوداع من اشهر الحرم ثلاثه سرد يعني متتاليه اللي هم ذو القعده وذو الحجه والمحرم وواحد فرد اللي هو رجب مضر. يعني ايه رجب مضر؟ قلت لكم حته نسيء الشهور دي كانت كل قبيله كانت ماشيه بايه؟ بشهور لوحدها صح؟ المهم في اخر السنه يبقى عدد اربع شهور حرم. فرجب ده كان فيه شهرين مشهورين جدا مش اسمه شهر رجب عند قبيله اسمها قبيله مضر وقبيله اسمها قبيله ربيعه. قبيله مضر دي كان رجب عندها هو رجب بتاعنا ده اللي هو بين شعبان وبين جمادي الاخر. كان في شهر رجب برضه ثاني عند قبيله ثانيه اسمها قبيله ربيعه. ربيعه دي كانت عامله شهر رجب اللي هو بتقول على شهر رمضان شهر رجب اللي بين شعبان وبين شوال نسميها ايه؟ رجب. فالرسول صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع كان بيقول اي شهر فيهم هو الصح. فقال رجب بتاع ايه؟ بتاع مضر. فهمتوا يعني ايه رجب مضر؟ فقلت لكم مضر اسمه قبيله عربيه رجب مضر بين جمال الاخر وشعبان اللي هو شهر رجب بتمييزي عن رجب ربيعه بين شعبان وشوال اللي هو كان شهر رمضان. طيب عاوزين نتكلم ناخد بالنا من ثلاث حاجات في رجب بنشوفها بتحصل في رجب. الصيام في رجب. حب الصيام في رجب. رجب جاي من الثلاث، بص تلاقي ناس كتير قوي نص الشعب المصري يوم واحد رجب صايمين. النص الثاني مبدعين الايه؟ الصيام، ما ينفعش الصيام في اول رجب، لا يجوز الصيام في اول رجب، دي بدعه وكل بدعه ضلاله، والرسول صلى الله عليه وسلم عمره ما صام في شهر رجب. وعمره واحدة كانت بتحكي لي أبوها كان رجب جه يوم جمعة ولا حاجة فالناس صايمة واحد رجب فقال لهم ده بدعة وبدعة ومكروه ولا يجوز و و و أي حد صايم يوم يفطر. حكم صيام شهر رجب. رجب من الأشهر الحرم إن شاء الله كمان شهر كده ولا حاجة لما تبتدي تاخد فقه الصيام مع دكتورة إيمان هتعرفوا أنواع الصيام. أنا عندي أربع أنواع من الصيام. في صيام المفروض مفروض يعني فرض لازم اصوم زي رمضان احنا بنقعد شهر رمضان بس لا هو في كذا حاجه كذا حاجه فرض لازم اصوم لازم اصوم ولو ما اصومش هتعاقب فعندي صيام مفروض وعندي صيام مسنون مسنون يعني لو صمت خير وبركه لو صمت في خير رحاله ده صيام اثنين وخميس وصيام سته من شوال وصيام ايه هتديكوا لسه كده الدكتوره ايمان وفي عندك صيام مفروض
مكروه يعني في ايام يكره الصيام فيها، مكروه الصيام فيه، مكروه الصيام فيه. ليه؟ يعني الإشارة ما يقلقش. لا يجوز الفتوى في العلم بغير علم. ممكن ما تفضحيش نفسك، طب انت قاعدة ساكتة كده يعني انت تقول ايه؟ هي تقيلة وراكزة كده. لكن لما تتكلمي وطالما ما اتعلمتيهوش ما تقوليش. يلا لا يلا احمد. ف من الصيام المكروه صيام يوم الجمعه، صيام يوم الشك، هتاخده من صيام النص الثاني من شعبان. المكروه، مكروه يعني في فرق بين مكروه ومحرم. المكروه لو صمت مش هيجرى حاجه، لكن لو سبتيه تاكل صوم غير صيام المحرم. الايام اللي يحرم يحرم لو صمت هتعقد. زي بقى صيام ايه؟ صيام العيدين، صيام عين التشريق، صيام المرأة نفسها بدون إذن جوزها وهو حاضر، حواديت حواديت، وصيام الحائض والنفساء. لأن في شو هنشوف، شوف شفنا بنات بتيجي في رمضان الدم بينزل عليها ثلاث أيام دم، وبعد كده يقعد مثلا يومين أو ثلاث أيام إيه نقط خفيفة خالص أو نقط خفيفة خالص، فتيجي ثلاث أيام التانيين تقول لك لا هصوم فيهم خسارة رمضان. يا بنتي ده حيض لسه، تقول أنا عارفة إنه حيض وهعيدهم هقضيهم بعد كده، بس خسارة يوم رمضان. انت صيامك في الايام دي ايه؟ يحرم، يحرم يعني تحتمي، تاخدي بيه ذنب مش ما تشتمش، في فرق صح؟ ده انت تاخدي بيه ذنب صيام الحائض والنفساء. وبالتالي لما تكون عمان ان شاء الله لازم كل واحده تبقى قاعده هنا تبقى عارفه ازاي نحدد الحيض بتاعك، انت بتبتدي وانت بينتهي، صح؟ عشان تعلمي ولادك وتعلمي اخواتك الزروطه اللي احنا فيها دي. فمن الصيام المسنون السمنه صيام الاشهر الحرم. في بعض المذاهب ان الاشهر الحرم الاربعه يسن الصيام فيها، في بعض الناس لغايه النهارده بتصوم الاشهر الحرم دي كلها. في بعض الناس تكسر من الصيام في الاشهر الحرم دي. خلاص؟ بعض المذاهب بتقول من الصيام المسنون الصيام في الاشهر الصيام الاشهر الحرم. بعض المذاهب الثانيه قالت لا يكره الصيام في الاشهر الحرم. يكره الصيام في الاشهر الحرم. يكره مش يحرم. مكروه. مكروه يعني لو صمت مش هيجرى حاجه، لكن لو سبته يبقى ايه؟ يبقى احسن، مش كده؟ طيب. صيام رجب بقى، شهر رجب. بناء عليه احنا قلنا ان رجب ده من الاشهر الحرم. صيام رجب من الاشهر الحرم حكم الصيام فيه ايه؟ فيه اختلاف. ناس قالت انه الصيام المسنون، وناس قالت انه من ايه؟ من الصيام الايه؟ المكروه. خلاص؟ الصيام المسنون. خلي بالك بقى في قضيه اخرى. من الصيام المسنون يستوي فيه واحد رجب مع خمسه رجب مع 10 رجب مع 50 رجب. يعني يوم واحد رجب ملوش ايه؟ ها؟ ملوش افضليه. وفجأة في واحد بس الناس اللي مش 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 فاهمه قوي تيجي تقول لك ايه كل سنه وانت طيبه، انت النهارده اقول لك انت مش صايمه، انت مش صايمه، لا 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 لا، طب انا هصوم بكره كده. لا بس اول رجب، اول رجب ده حاجه ثانيه غير ثوابه، واحد رجب ثوابه غير اثنين وغير ثلاثه. مش بتقول لا لازم ثلاث ايام الاولين من رجب، بيجيبوا دين على مزاجهم، مفيش كلام من دي. قول له كله بايه؟ بيتساوي. اللي عاوز يصوم سنه يصوم، بس يبقى عارف ان ايه واحد رجب ده اثنين رجب ده ثلاثه رجب كله زي بعض. طيب هنيجي بعد كده تيتا. تيتا بتصوم اول رجب من ايام سعد زغلول. جيت انا صحيت الصبح لقيتها صايمه. انت صايمه ليه يا تيتا؟ عشان النهارده اول رجب. لا يا تيتا دي بدعه. الست بتدينا الدرس قالت لنا ما حدش يصوم اول رجب. الشيخ الفلاني قال لها ما تصوموش ده اول رجب. ينفع كده؟ ايوه ده بدعه. بدعه يعني ايه يا بنتي؟ يعني بدعه، يعني كل بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. يعني لو كنت اروح النار. ايوه يا بنتي بيحصل، ده بيحصل. صاحبتي في الشغل، صاحبتي في المدرسه، جيت لقيتها صايمه. انت صايمه ليه؟ عشان اول رجب. على فكره ده بدعه، يعني مش مظبوط. لا انا لقيت واحده صايمه، واحده صايمه واخده بالراي ان هي بتصوم الصيام المسنون، اقول لها ايه؟ ادعي لي. صح؟ ادعي لي، مش ايه؟ اشككها. اللي بتيجي تشككك دي بقى دي حاجه من الاثنين، يا اما البعيده جاهله مش عارفه ان في ايه؟
في رأي ثاني جهله مش عارفه فاكره دي هو حاجه واحده، مش عارفه ان في راي ثاني، او مضغوطه انك انت صايمه، او انها عاوزه تفرض مذهبها ايه عليك. يبقى اللي هيصوم اول رجب او هيصوم في شهر رجب صح، واللي هيصوم في شهر مش هيصوم في شهر رجب يبقى ايه صح. وزنوا الامور عشان ما حدش يضحك عليك ويستعبطك، مفهوم؟ يبقى عرفنا حكم الصيام في رجب ده مساله ايه خلافيه، وقول الكلمه دي مساله خلافيه. طيب الصلاة في رجب، هل في صلاة خاصة بشهر رجب؟ بعض الكتب وبعض الناس يقول لك أول جمعة من رجب، لو مش عارفة جيت ليلة الجمعة صليت ركعتين وقريت في الأولى مش عارفة سورة إيه كم مرة، وقريت في الثانية سورة إيه كم مرة، غفرت لك ذنوبك لو كنت ولا كانت في غرب البحر. مفيش حديث كده. كل دي حتى لو في أحاديث كده أحاديث موضوعة مكذوبة. فمفيش إيه؟ مفيش أحاديث بالمنظر ده. طيب. خلي بالك معايا اما ضعيفه او موضوعه. طيب زياره القبور في اول رجب، اول رجب يوم الثلاث ده، اوعي تهودي يوم الثلاث ده او اول رجب في اي سنه ناحيه صلاح سالم. هتلاقي صلاح سالم ده ايه؟ مقفول. بتوع الورد وبتوع السعف وبتوع سعف النخيل والورد كلكم كلكم ايه قاعدين ايه في الشارع؟ هو في ايه البلد؟ ايه اللي طالع؟ ايه اللي طالع؟ مش دريان بقى النهارده اول رجب، مش دريان. كل ده مقفول من امتى بقى؟ صلاه الفجر لغايه بعد العشاء. صلاح سالم واقف، كل الناس بتطلع يقول لك طلعت رجب طلعت رجب. تيتا بتطلع على جده القرافه من اول في اول رجب من عين سعد زغلول. اجي انا اقول لها لا دي بدعه وملهاش ثواب ومش عارفه ايه بتاع. طبعا هل زياره القبور في شهر رجب او في اول رجب لها ثواب عن غيرها بقيه الايام؟ لا، يتساوى مع بقيه الايام. بس تيتا متعوده، ماما متعوده، جارتي متعوده، عمتي متعوده، بنطلع المقابر في واحد رجب. اجي اقول لها لا ده بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله مش عارفه ايه؟ ليه؟ ده ماما عاوز تطلع اول رجب تيجي توصليني، اعملي حساب توصليني عشان نطلع على جد. لا دي بدعه، انت مش عاوزه توصليني. فاتكلموا بقى دي خلاص تجيب السياسه بقى. فلا دي بدعه وقال ده حرام وتأثمي ومش عارفه ايه. لا حاضر يا ماما، وعاوزين نجيب مش عارفه اسمها ايه اللي جوه القرص دي ولا ايه؟ رحمه. روح مع شريك بقى كده، كل بقى كل واحد على حسب ما يطلع يجيب شريك واللي يجيب مش عارفه ايه. كان عندنا الطباخ اللي عندنا كان بيطلع على مراته بطيخ. ايه يا عم احمد بتطلع بطيخ ليه؟ يقول لي بشاي كانت بتحبه؟ مش واخد الحاجه اللي هي كانت بتحبها؟ ينفع كده؟ ف عاوز اجيب لك شريك يا ماما، احجزي لي مش عارفه ايه فرن الجهاد، احجزي لي ما اعرفش ايه، ونطلع ايه ونجيب مين وكل مين. حدوته كانت حد يعني في ناس عندهم الحاجات دي اعراض. خلاص بدل بقى كده لا مانع، وتاخدي الادعيه معاكي وتروحي ندعي يا ماما وندعي ونزور زي ما عشان ترتاحي وكلام اخرى. ما اقعدش بقى لا ده بدعه وده مش عارفه ايه واعملها قضيه بقى. مفهوم؟ وطولوا بالكم كده خصوصا على كبار السن. يبقى زيارة القبور في أول رجب ليس لها أصل في الدين ولا ثواب لها أكثر من ثواب الزيارة في غيره. كويس؟ طيب.